خلص تأكدين من الأرقام اللي مكتوبهم على الموقع. هل عندي 0.5 0.6 هذه هون ايش ناقص عندي انا مش كم كمله؟ شيء غلط في هذا جي جي. اذا زد بدي احولها الان لشكل ار بلس ماينس ثيتا. قديش ار بتساوي؟ ايش كيف بطلع ار؟ يلا 0.5 سكوير زائد 0.618 سكوير تحت الجذر شيء قديش تطلع ار؟ موجود ولا؟ 0.795. إذن هذه تطلع معي 0.795. الزاوية كيف بطلع R؟ R tan مش هيك؟ tan minus 1 هذا الرقم على هذا الرقم. هاي الزاوية لازم تكون أكبر من 45 ولا أقل من 45؟ مباشرة من هذول الرقمين. قديش تان 45؟ واحد. هذا الرقم على هذا الرقم مش هذا أكبر من هذا، إذن لازم تكون الزاوية أكبر من 45. قديش الزاوية؟ 1.5. بس بنكون في 10 ايش بدنا ننتبه عليه الآن؟ بنكمل. ريتين لازم احولها ل ريتين. كم ريتين هاي؟ 0.89. لانه هاي المعادله هاي تفترض انه ثيتا لازم تكون ريتين. احنا في جريز بس شيء مريح لنا، بس ساينتفكلي دائما الزوايا اللي نستعملها بالريتين. فهاي 0.89 ريتين. هذه كانت هون تدري. إذا احنا الآن جاهزين نطبق المعادلة، أنا ببساطة بس بحط الأرقام في المعادلة، زيتا بتساوي لين آر، طبعاً زي ما حكينا لين آر، إذا كان آر بالحالة هاي أصغر من واحد مش هيك؟ هي لاحظ هي اللي سألت عنها بسيسو. هي بدي آخذ لين رقم أصغر من واحد، شو راح يطلع معي؟ نيجاتيف، لازم أضربه في نيجاتيف حتى زيتا تطلع. بص وعندي هون أظن هاي ثيتا سكوير زائد لين آر. قديش بيطلع الجواب؟ 0.25. تذكرين قديش طلع معنا بالشارت؟ ما كانش رسمي انا دقيق على اللوح، طلع حوالي 0.35 طلعت معنا بالشارت. هلا انا بالحل اللي حاطه هون الجرافيكال بيطلع بيتحسن الوضع شوي، كنت اقرب شوي من 0.25. طيب اوميجا ان شو بتساوي؟ بتساوي 1 على تي تي، احنا ماخذينه اظن 1 سكند هون. السؤال هون عندي ثيتا سكوير بلس من ار سكوير، واظن بتطلع معي 0.91 مضبوط راديانز بير سكند. هلا بدك تكمل الاشياء الثانيه بتستعمل المعادلات بتطلع الفيرست تايم تو بيك والرايز تايم وكل الاشياء المخطط.